ومن منطلق اللي زي ما كنا بنقول من شويه مفيش وقت يعني نضيعه، عايز اقول لكم ان النهارده الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي هيؤدي مرانو استعدادا لمواجهه الاسماعيلي المقرر لها يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، طبعا ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز، واكيد بنتمنى كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله اللي جاي هيكون اظبط بكتير من اللي فات. نتمنى لان خلاص الموضوع كده دخل يعني مفيش رفاهيه الخساره او التعادل. خلينا نقول كده.